السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا سنة أولى، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا حبايبي. ان شاء الله النهاردة هنشرح مراجعة هنراجع مع بعض على الوحدة الرابعة، ونحل التدريبات الموجودة على الوحدة الرابعة والوحدات من الأولى والتانية والتالتة والرابعة من كتاب جيم. وقبل ما نبدأ، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. ما تنسوش تعملوا متابعة لصفحتنا على الفيسبوك، اسم الصفحة تعلم بكل سهولة. ونبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه فوكابلري، مجموعه الكلمات اللي موجوده معايا في المراجعه، رقم 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10. بعد كده اللانجويج فانكشنز، لما نسأل عن شخص عن عمره نقول هاو اولد ار يو، كم عمرك، يجاوب عليها بأيام والعمر بتاعه، العدد اللي هو بتاع العمر بتاعه. يبقى هاو اولد ار يو يعني كم عمرك. جايب لي مثال هنا بيقول لي هاو اولد ار يو هاني، كم عمرك يا هاني. رد هاني وقال اي ام 6، عمري 6 سنوات. بعد كده الفونكس، مجموعه الصوتيات، تورته او كيكه، كيك كيك، كارت كارد كارد كارد، شمعة كاندل كاندل كاندل، القاهرة كايرو كايرو كايرو، برتقالة أورانج أورانج أورانج، على وفوق أون أون، زيتون أوليفز أوليفز أوليفز، أمنية اسم بنت أمنية أمنية. بعد كده الألوان، أحمر ريد ريد، برتقالي أورانج أورانج، أصفر يلو يلو، أخضر جرين جرين جرين، أزرق بلوم بلوم بلوم. بعد كده أسود بلاك بلاك بلاك. بعد كده بقول لي لوك أند رايت، أنظر وأكتب. أول كلمة عندي 7 S E V E N، بعد كده على أو فوق أون أو إن، بعد كده اصفر يلو واي اي ال ال او دبليو، بعد كده احمر ريد ار اي دي، بعد كده 10 10 تي اي ان، بعد كده كارت كارد سي اي ار دي، بعد كده بلاك بي ال اي سي كي، بعد كده 6 6 اس اي اكس، بعد كده امنيه اسم بنت او ام ان اي اي. الصفه الثانيه 8 8 اي اي جي اتش تي، بعد كده تورته او كيكه كيك سي اي كي اي، بعد كده اخضر جرين جي ار اي اي ان، بعد كده شمعه كاندل سي اي ان دي ال اي، بعد كده زيتون اوليفز او ال اي في اي اس، بعد كده ازرق بلو بي ال يو اي، بعد كده برتقاله اورنج او ار اي ان جي اي، بعد كده 9 9 ان اي ان اي، بعد كده القاهره كايرو سي اي اي ار او. بعد كده الرايتنج بيقول لي لوك اند رايت، انظر واكتب. اول حاجه عندي هو هنهي، بيقول لي اي ام 6، بيقول لي اي كان سي 3 جرين باجز، انا استطيع ان ارى 3 شنط خضراء. بعد كده هو عايز يحل، جايب لي كلمه ام و 8، اقول له اي ام 8 عمري 8 سنوات. الجمله الثانيه جايب لي كلمتين اتس وبيرث داي، نقول اتس ماي بيرثداي، انه عيد ميلادي. الجمله الاخيره اللي هي سي، جايب لي اي و 7، هقول له اي ام 7 عمري 7 سنوات. بعد كده بقول لي ريد اند نمبر ذا بيكتشرز، اقرا ورقم الصور. طبعا عندي 10 10 نمبر 2، بعد كده ازرق بلو نمبر 4، بعد كده اوليفز زيتون نمبر 3، بعد كده القاهره كايرو نمبر 1. نمبر 2 بيقول لي كاونت اند كومبليت، عد واكتب. عندي اول رقم عندي 10 ناقص حرفين تي والان، بعد كده 8 اي اي ناقص حرف الجي والاتش، بعد كده نمبر 3 بيقول لي 7 ناقص حرف الاي والاي، نمبر 4 6 ناقص حرف الاس والاكس. بعد كده بيقول لي انسكريبل اند رايت، اعرف ترتيب واكتب. نمبر 1 عندي 8 اي اي جي اتش تي،
بعد كده كارت كارد سي اي ار دي، بعد كده اسوري بلاك بي ال اي سي كي، بعد كده القاهره كايرو سي اي اي ار او. بعد كده بقول لي ريد اند كونكت، استمع اند كوركت، استمع وصحح. نمبر 1 عندي 1 اورنج بقى 1 اورنج كيك، يعني كيكه واحده او تورته واحده برتقالي. طبعا عندي كلمه برتقالي خطا، نكتب براون يعني بني. نمبر 2 7 بلو بالونز، يعني 7 بالونات زرقاء. طبعا هي 8 عددهم 8 8، نصحح كلمه 7 ونكتب 8. بعد كده 6 بلاك كاندلز، يعني 6 شمعات سود طبعا اخضر جرين، نشطب على كلمه بلاك ونكتب مكانها جرين جي ار اي اي ان. بعد كده نمبر 4 بيقول لي 8 ريد بنسلز، يعني 10 اقلام حمراء. طبعا عندي 5، نصحح كلمة 8 ونكتبها 5 اف اي في اي. بعد كده بقول لي ماتش اند رايت، وصل واكتب. اول كلمة عندي اوليفز، هنوصلها بالاوليفز ونكتب تحتها اوليفز او ال اي في اي اس. نمبر 2 كايرو القاهرة، نوصلها بالصورة الاخيرة ونكتب سي اي ار او. نمبر 3 اورنج يعني برتقالة، نوصلها بالبرتقالة الصورة التانية او ار اي ان جي اي. نمبر 4 كارد يعني كارت، نوصلها بالصورة الأولانية ونكتب سي اي ار دي. نمبر 6 بقول لي لوك ريد اند كومبليت، اقرأ واكمل. 6 جرين بالونز، يعني 6 بالونات خضراء، نكتب كلمة جرين. بعد كده نمبر 2 بقول لي 9 9 9، لو عدناهم هنلاقيهم 9. 9 ريد باجز، يعني 9 شنط حمراء. بعد كده بقول لي فايند اند رايت، اوجد واكتب. عندي اول كلمة عندي هو احللها لي، اعملها كلمة ريد، احللها ار اي دي. نمبر 2 جرين اخضر جي ار اي اي ان، السطر الاخير من عند حرف من عند حرف الجي لعند حرف الان. نمبر 3 بلاك في السطر الثاني من عند حرف البي بي ال اي سي كي. نمبر 4 اورنج من عند حرف الاو في السطر الثالث لعند حرف الاي او ار اي ان جي اي. بعد كده بقول لي ري ارينج اند رايت، اعد الترتيب واكتب. نمبر 1 عندي هاو اولد ار يو، يبقى هاو وبعد كده اولد وبعد كده ار يو. نمبر 2 شي از امنيه، هي امنيه، شي از امنيه يعني هي تكون امنيه، هي امنيه، شي از امنيه. نمبر 3 اي ام 6 2، عمر 6 سنوات ايضا، اي ام 6 2. نمبر 4 زير ار 4 ريد كاندلز، يوجد 4 شمعات حمراء، زير از 4 ريد كاندلز. بعد كده تراك ذا فولونج، تتبع الاتي. اي ام 10، همشيله على كلمه اي ام وكلمه 10، نمشي عليها بالقلم كده اي ام 10. بعد كده بقول لي listen and circle، استمع وضع دائرة. نمبر 1 عندي 7، نعمل دائرة على كلمة 7 الكلمة الأولى. بعد كده black، نعمل دائرة على الكلمة الثانية. نمبر 3 8، نعمل دائرة على الكلمة الثانية. نمبر 4 olives، نعمل دائرة على الكلمة الأولى. نمبر 2 listen and complete، استمع وأكمل. have old، هنحط كلمة old في النقطة الأولانية. بعد كده I am 6، كلمة 6 هنحطها في النقطة الثانية. نمبر 3 بقول لي read and put true or false، اقرأ وضع صح أو خطأ. I am 7، عمري 7 سنوات، طبعا هو بيعد 7 عامل 7 اهو، يبقى ترو. نمبر 2 4 بلاك كاردس، يعني 4 كروت سوداء، طبعا خطا لان دي 4 كروت حمراء. نمبر 3 1 يلو كيك، كيكه واحده صفراء، طبعا ترو صح. نمبر 4 I am 10، I am 2، عمري سنتين، طبعا خطا لان ده I am 10. بعد كده read and match، اقرا وصل. نمبر 1 هاو اولد، هنوصلها ب ار يو قبل الاخيره. نمبر 2 اي ام 6، هنوصلها ب 6 الاخيره. نمبر 3 1 بلو باج، يعني شنطه واحده زرقاء. نمبر 4 7 يلو كايتس، يعني 7 طيارات ورقيه صفراء. نمبر 4 هنوصلها بيلو كايتس. بعد كده بقول لي لوك اند كومبليت، انظر واكمل.
اول كلمه عندي اون هنحط حرف الاو، بعد كده تن هنحط حرف الاي، بعد كده كاندل هنحط حرف السي، بعد كده اخر واحده عندي ريد هنحط حرف الار. نمبر 2 بيقول لي لوك، نمبر 6 بيقول لي لوك ريد اند كومبليت، انظر اقرا واكمل. اي كان سي تو بلو بالونز، يعني بالونتين زرقاء. نمبر 2 اتس كاندل، نكتب له كلمه كاندل في النوت سي اي ان دي ال اي. بعد كده I can see 8 green olives، يعني أنا أستطيع أن أرى 8 زيتونات خضراء، يبقى نكتب له 8. نمبر 4 I am 7، يعني عمري 7 سنوات. بعد كده track the following، تتبع الآتي، هنتبع كلمة it's an orange بالقلم it's an orange. بعد كده بيقول لي look and circle، انظر وده دائرة. أول كلمة عندي نوز، نعمل دايرة على الكلمة التانية. نمبر 2 كاندل، نعمل دايرة على الكلمة التانية. نمبر 3 باج، نعمل دايرة على الكلمة الأولى. نمبر 4 5، يعني 5، نعمل دايرة على الكلمة التانية. نمبر 2 بيقول لي ليسن أند كومبليت، استمع وأكمل. وات إز ذس، نكتب له كلمة ذس في النقطة الأولانية. إتس أ رولر، يعني إنها مسطرة، نحط كلمة رولر في النقطة التانية. نمبر 3 لوك أند تك ترو، انظر وضع علامة صح. نمبر 1 دي جود باي ولا شيك هاندس، طبعا دي شيك هاندس يصافح باليد، نعمل صح في الكلمه الثانيه. ديت نوز ولا هاند، طبعا دي كلمه هاند يعني يد، نعمل صح في الكلمه الثانيه. نمبر 3 شاربنر، يعني برايه، نعمل صح في صح على الكلمه الاولى. نمبر 4 كاير ولا كارد، طبعا دي كارد، نعمل صح على الكلمه الثانيه. بعد كده بقول لي ريد اند سيركل ذا اولد وورد اوت، يعني اقرا وضع دائره حول الكلمه المختلفه. عندي كلمه 6 و 5 و اي و 3، طبعا عندي نعمل دائره على كلمه اي لان كلها اعداد معانا كلمه اي. نمبر 2 هنا وهلو ونهى واميره، كلها اسماء بنات معانا كلمه هلو، نعمل دائره على كلمه هلو الكلمه الثانيه. نمبر 3 بلو وريد ويلو وكيك، نعمل دائره على الكلمه الاخيره كيك لانها كلها الوان. نمبر 4 شاربنر وبنزل كيس وبوك وكاندل، نعمل دايرة على كلمة كاندل لأن كلها سكول تولز أدوات مدرسية. نمبر 5 أن سكريبل أند رايت، أعد الترتيب وأكتب الكلمة. أول كلمة عندي هير اتش اي اي ار، بعد كده أزرق بلو بي ال يو اي، بعد كده بنسل بي اي ان سي اي ال، بعد كده 8 8 اي اي جي اتش تي. بعد كده بقول لي لوك تك ترو أند رايت، انظر وضع علامة صح وأكتب الكلمة. طبعا عايز كلمة بتبتدي بحرف البي، البي الخفيفة، طبعا هنكتب كلمة بي يعني نحلة، ونعمل صح على كلمة على صورة النحلة. نمبر 2 كيك بدأ بحرف السي سي اي كي اي. نمبر 3 على أو فوق، كلمة بدأ بحرف الأو، طبعا أون، نعمل صح على أون ونحط كلمة أون تحت أو إن. بعد كده عايز كلمة بتبتدي بحرف البي تقيلة، طبعا هنكتب له بيتر بي اي تي اي ار. بعد كده بقول لي read and choose. نمبر 1 عندي اقرا واختر. نمبر 1 عندي I am، هنختار كلمة am. نمبر 2 how old are you، نختار الكلمة التانية. نمبر 3 what's your name، قال له I am أميرة، يعني اسم أميرة، طبعا name الكلمة التانية. آخر كلمة نمبر 4 touch your eye، المس عينك، كلمة touch الأولانية. بعد كده بقول لي look match and complete، انظر صل وأكمل. أول صورة عندي شيك هندس، هنكتب له كلمة شيك هنا. نمبر 3 الصورة نمبر 1 هنوصلها ب اللي قبل الأخيرة هنا شيك هندس. نمبر 2 I am 10، عمر 10 سنوات. نمبر 3 This is my nose، هذه أنفي، هنكتب له كلمة this في الجملة الأولانية. نمبر 4 5 red rulers، يعني إيه، 5 مساطر حمراء، 5 فريد رولرز. نمبر 8 ري ارينج اند رايت، اعد الترتيب واكتب. نمبر 1 عندي واتس يور نيم، واتس يور نيم، بعد كده وات از ذس، وات از ذس. نمبر 3 هالو اي ام هنا، هالو اي ام هنا. نمبر 4 هاو اولد ار يو، هاو اولد ار يو. بعد كده بقول لي ليسن اند سيركل، استمع وضع دائره. أول كلمة عندي بنسل، نعمل دايرة على الكلمة الأولى. نمبر 2 إير، إير أذن، نعمل دايرة على الكلمة الثانية. نمبر 3 ناين، نعمل دايرة على الكلمة الأولى.
نمبر 4 شيك هندس، نعمل دايره على الكلمه الثانيه. بعد كده بقول لي لسن اند كومبليت، استمع واكمل. اي ام مس منى واتس، نكتب له واتس في النقطه الاولانيه. واتس يور نيم، ما اسمك؟ هيرد يقول اي ام يوسف، انا يوسف. يبقى هنكتب اي ام في النقطه الثانيه. بعد كده بقول لي ريد اند بوت ترو اور فولس، اقرا وضع علامه الصح والخطا. اتس ا رولر، طبعا خطا لان دي شاربنر. نمبر 2 اي براش ماي تيس، انا بغسل اسناني، طبعا ترو صح. نمبر 3 تاتش يور هير، المس شعرك، طبعا صح. نمبر 4 تو بلو كاندلز، يعني شمعتين ازرق، طبعا خطا. نمبر 4 ريد اند ماتش، اقرا واصل. نمبر 1 واتس يور نيم، هنوصلها بيور نيم. نمبر 2 اي ووش ذا سالاد، انا اغسل السلطه بالاولانيه. نمبر 3 تاتش يور اير، المس اذنك. نمبر 4 ذيس از ماي هاند، هذه يدي. This is my hand. بعد كده بقول لي look and complete، استمع واكمل. اول كلمه عندي كيك، نكتب سي، حرف السي. بعد كده اوليفز، نكتب حرف الاو. بعد كده هاند، نكتب حرف الاتش. بعد كده بيزي بي، نكتب حرف البي. نمبر 6 look read and complete، انظر اقرا واكمل. هلو اي ام هنا، اكتب لي كلمه هنا. بعد كده this is my ear، هذه اذني. اي brush my hair، انا بمشط شعري. I brush my hair. Number 4 it's a bag، هذه حقيبة. It's a bag، إنها حقيبة. بعد كده track the following، تتبع الآتي. This is my pencil case، نمشي على كلمة this و is و my pencil case بالقلم. وبكده يا حبايبي نكون انتهينا من شرح من المراجعة العامة على الوحدة الرابعة من كتاب جيم. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد، وما تنسوش تعملوا متابعه صفحتنا على الفيسبوك، اسم الصفحه تعلم بكل سهوله. واسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.